صباح الخير مشاهدينا. تعودتوا على المقدمات اللي بنعملها بأجندة، بس للحقيقة صار لي من امبارح ما بعرف اليوم شو لازم أقول. بكتب وجدان، بكتب سياسة، بنحكي شو اللي صاير، شو عمل ميشيل عون، بنكتب قوافي ولا لا. آخر شي قررت إنه ما أعمل شي من هودي كلهم، وأتوجه لك جنرال بكلمة من القلب ومثل العادة من دون كفوف، لأنه هيك أنت علمتنا. على بعد 3 أيام من انتهاء العهد ما بعرف إذا لازم نزعل أو على العكس ننبسط. منزعل لأنك رح تظهر من قصر بعبدة اللي وحدك رجعت له عزه، أو مننبسط لأنك رح تتحرر من بروتوكول وقيود القصر وترجع الجنرال اللي منعرفه. منزعل لأنه الآدمي الوحيد فالل والفاسدين بعدهم بمواقعهم، أو مننبسط لأنك فضحتهم كلهم، يعني كلهم، وعريتهم هن وفسادهم ومنظومتهم. منزعل لأنه جربوا ينهوك، أو مننبسط لأنك صنعت لنا المستقبل وكان تحويلك لبنان لبلد نفطي بداية للبنان الجديد. منزعل لأن عهدك انطبع بمحطتين مأساوية وهي انفجار المرفأ وثورة 17 تشرين، أو مننبسط لأن واثقين إنه ضميرك مرتاح بهالمحطات وغيرهم. منزعل لأنه سرقوا شهور وسنين من عمر عهدك بتعطيلهم، أو مننبسط لأنه بعدك عم تشتغل لآخر لحظة كأنه العهد بعده بأول يوم. منزعل لأنك انظلمت وولاد الشارع شتموك وأهانوك، أو مننبسط لأنك مثل ما بتقول فوق الأذى وبالنهاية صمت قدام مخططات اللي بيشغلون وانتصرت عليهم. نزعل لأن شوهولك صورتك وشالوا كل فسادهم وجربوا يلبسوك ياه، أو مننبسط لأنه منعرف إنك ظاهر من القصر تماما مثل ما فت عليه، لا عمالة ولا عمولة على إيديك. منزعل لأن الميليشيا والفاسد والإقطاعي وكلهم، يعني كلهم، تحالفوا ضدك، أو مننبسط لأنه هيدا أكبر دليل إنك مش منهم وما بتشبههم، وبالنهاية وبمساندة شعبك طلعت قدهم كلهم وزيادة. منزعل لأن ما قدرت تحقق كل اللي كان بدك إياه من هالعهد، أو مننبسط لأنه رغم كل الحرب الكونية اللي عليك ثبتت الشراكة ورفضت التوطين وحررت الأراضي وخليت حلم الثروة النفطية يصير حقيقة. منزعل لأن قليلي الأخلاق والضمير عم بعايروك بعمرك وصحتك، أو مننبسط لأن ما لقيوا عليك ولا مكمش يعايروك فيه. منزعل لأنك انغدرت حتى من أقرب الناس لإلك، أو مننبسط لأنك كشفت الوجوه الحقيقية لهالأشخاص وارتحت وريحتنا منهم. منزعل لأن صار لهم جمعة عاملين حملة تحريض عليك بس لأن بعد 60 سنة شغل صار عندك بيت، أو مننبسط لأن بيتك الأساسي هو قلوب الناس. منزعل لأن كيدهم السياسي عيشنا بالعتمة 3 سنين واليوم نطروك تتفل تيبشرونا أنه المصاري تأمنت والكهرباء راجع 10 ساعات، أو مننبسط لأن الفضح تآمرهم عليك ومفروض يكونوا صاروا مكشوفين قدام كل اللبنانية إلا اللي الحقد عاميلهم عيونهم وعقلهم. منزعل لأنه الحياة ما كانت عادلة معك والناس يمكن ما أنصفوك، أو مننبسط لأنه التاريخ رح يردلك حقك ويكتب اسمك بحروف من ذهب. جنرال، منكون عم نكذب إذا منقول إنه ما تعبنا بآخر 3 سنين، بس كون أكيد إنه ثقتنا فيك ولا مرة انهزت. كون أكيد إنه كنا وبعدنا ورح نبقى معك بالحرب تحت قصف المدافع معك وبالسلم معك بأيام البحبوحة معك وبعز الانهيار معك ب13 تشرين يوم أسقطوك وأسقطوا الشرعية، بقينا معك وب31 تشرين لما تعلقت صورك فوق روس الكل كنا معك، 17 تشرين لما عملوا أكبر مؤامرة عليك بقينا معك، وب27 تشرين لما دخلت التاريخ بتحويل لبنان إلى بلد نفطي كنا معك. جنرال، معك مكملين لآخر نفس، لأنه مثل ما كل مرة بقول نحن للموت منوثق فيك.